انصر فلسطين، انصر انصر فلسطين، واهلك الظالمين، واهلك الظالمين، اليهود الملاعين، اليهود الملاعين، اليهود الملاعين، اليهود الملاعين، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر، توحيد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، ورضي الله عن آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، استمرارا في فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي دعت إلى جمعة غضب طوفان الأقصى رقم 31 احتجاجا على اجتياح معبر رفح تحت شعار اجتياح رفح جريمة إنسانية جديدة. نعقب هذه الوقفة تعبيرا عن مساندتنا لإخوتنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية، وعن جشبنا واستنكارنا لتخاذل الأنظمة العربية الإسلامية والإسلامية أمام جرائم الحصار والتقتيل والتجويع الذي يمارسه الكيان الصهيوني المجرم في حق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. في الوقت الذي انتظر فيه العالم توقف العدوان على غزة بعد إعلان حركة حماس ومعها فصائل المقاومة عن قبولها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار التي تم برعاية أمريكا وعواصم الغرب ووسطاء من الدول العربية والإقليمية، ها هي حكومة الكيان الصهيوني الناسية جمعنوا في تسفيه العالم ككل، وتصر على خرق كل المواثيق والأعراف الدولية، وتصر على إتمام جريمتها الكاملة من قتل وتشريد وتدمير وحصار، غير عابية من بنداءات إنسانية والوساطات السياسية، ومعلنة فشلها الذريع على كل المستويات. فهي لم تحقق طيلة 215 يوما من عدوان أي نصر يذكر إلا إذا كانت تعتبر قتل الأطفال والنساء والمدنيين والإعلاميين وطواقم الإغاثة الإنسانية والطبية إنجازا وانتصارا. وها هي حكومة النتن، وها هي حكومة النتن ياهو المتطرفة الدموية تدشن فصلا آخر من جريمتها اجتياحا كاملا وارتكاب جرائم إبادة جديدة. تضاعف أعداد الشهداء التي فاقت 40,000 وأعداد الجرحى والمصابين، وتهدد بارتكاب جرائم إبادة جديدة خلفت لحد الساعة نزوح عشرات الآلاف من رفح إلى مواصق اليونس تحت القصف، واستشهد على إثره 52 فلسطينيا من بينهم 17 طفل و 14 امرأة خلال 48 ساعة. احتلال معبر رفح مما أدى قطع شرايين الحياة الوحيد للقطاع للخارج وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما ينذر بمجاعة جماعية بسبب وقف المساعدات الإنسانية ومنع الشاحنات من دخول القطاع. فرض التهجير القسري لمئات الآلاف مدنيين تحت القصف والمهددين بنار العدو في غياب مناطق أمنية آمنة في قطاع غزة. ومن هذه الوقفة نعلن ما يلي: تضامنا مطلق وغير مشروط مع شعبنا الفلسطيني ومقاومته المشروعة. ثانيا، دعونا لكل المبادرات الداعية لوقف إطلاق النار
وإنهاء العدوان الهمجي والتصدي لمحاولات اجتياح رفح. ثالثا، دعوتنا العاصم الغربية والمنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية كاملة أمام العدو الصهيوني، بعد أن تكشف للعالم بما لا يدع مجال الشك من هم الإرهابيون وزعماء الإرهاب. رابعا، دعوتنا الدول العربية والإسلامية وهيئات مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي على الغرب وعلى الكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان فورا وبدون شرط. خامسا، نداءنا الحار لأبناء أمتنا وأحرار شعبنا وشرفاء العالم لمزيد من التعبئة والحشد والدعم والمساندة الفعالة الممثلة. سادسا، تحيتنا العالية وتقديرنا البالغ لانحراف الطلاب العالمي الحر الداعم للحق الفلسطيني. سابعا، دعاؤنا الخالص للشهداء بالرحمة، دعاؤنا الخالص للشهداء بالرحمة وللأسرى بالحرية القريبة وللجرحى بالشفاء العاجل. قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. بفضلك مولى نجود علينا ولك مقتضى وتقبل علينا، بفضلك مولى نجود اللهم تقبل منا هذه الوقفة واجعلها في ميزان حسناتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا في غزة، اللهم تقبل شهداءهم عندك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا موزرا، اللهم انزل عليهم مددك، اللهم انزل عليهم مددك. اللهم أهلك الظالمين، أهلك اليهود ومن والاهم، فرق شملهم، فرق كلمتهم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.